مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. التجمع في شهر رمضان على مائدة رمضان مع الأسرة عموما ده بيساعد على نزع المشاكل ما بين الزوج والزوجة؟ طبعا ده بيخليهم ان هم يتشاركوا مع بعض يتفاهموا ويتعرفوا على مشاكل بعض، لو في عندهم نقط ضعف ممكن ان هم يبتدوا يركزوا عليها ويقووها. طبعا ده بيبقى مش على الزوج والزوجه بس، يعني ده ممكن يبقى على الاسره بشكل عام. يعني لو الاب قعد مع اولاده والام الاخوات بيتجمعوا القرايب، كل دي طبعا بتكون حاجات ايجابيه بتضيف لنا. يعني هي اصلا المناسبه جعلها ربنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل عشان تجتمع فيها الاسر كلها وللتصالح والتسامح، هو شهر كريم وفضيل. لما بيتجمعوا على سفره واحده عامه بينسوا كل ده، يعني كفايه ان هم اصلا قاعدين مع بعض. وبعدين تجمع رمضان ده اصلا حلو قوي، لما يكون في بينهم مشاكل او في حاجه زي كده مش هتبقى حلوه القعده اصلا، فلما بيقعدوا بينسوا كل ده. ايوه انا شايفه ان هي فرصه كبيره قوي ان هي تنزع الخلافات بين كل الاسر، بين اي حد يعني، بين حتى لو صحاب او اي حاجه، وخصوصا لما هما يتجمعوا او كل واحد مثلا يصفي برضه يصفي اللي في قلبه اتجاه التاني. شايفه مفيش فرصه اكبر من كده، لو حد زعلان من حد حتى يروح يصالحه يقول له اي حاجه، وحتى لو هما مثلا يتجمعوا ياكلوا مع بعض او كده، مع التجمع كل واحد هيقول اللي في نفسه وكل واحد هيصفي للتاني. بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، كل الناس بتبقى قريبة من بعضها، بيبقى جو رمضان أصلا بيختلف عن السنة كلها. طبعا في عزومات، في ناس بتشوف بعضها، كفاية القرآن اللي بيبقى موجود في البيت والطقوس اللي بتتعمل سواء في السحور أو في الفطار. رمضان بيبقى فرصة إن الناس تتجمع وكده، نتجمع على الأكل، نتجمع على الفطار، كل واحد بيساعد في حاجة. الزوج والزوجة بيتجمعوا على الفطار، بيتجمعوا على السحور، على مائدة الإفطار عامة، اللي هما بيبقى فيه ترابط اجتماعي بين الزوج والزوجة. هل تدخل الحما عموما للراجل أو للست ده ممكن يعني يكون سبب في نزع خلافات بأن هي يعني تقرب أو توضح سوء التفاهم؟ بصي، هو رأيي الشخصي إن 90% من تدخل الحموات بيؤدي المشاكل، هو مش بينزع مشاكل. الزوج والزوجة باب مقفول، يعني ولا الام ولا الحما ممكن يدخلوا في حاجات معينه، بس مش في كل الاسرار ومش في كل المواضيع بصراحه. زوج والزوجه دلوا بينهم وبين بعض مشاكل، يبقى يعني ازاي مفيش رمضان ولا في عيله ولا في اي حاجه. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان.